نعمك كريم ونزاعتنا ونشوف ودك انت ما شايف شيء جربت وحسيت بعد ايش ما فكرت النبي والله حسيت بعد ايش هي مو معلم بس هذا العراق يعني والله اسال اشوف جواب يعني شوف الشدات الرصينه تشتغل بكشر لا تدري المشروع المجاري يختلف عن باقي المشاريع الاختلاف ما له شنو يحتاج مبالغ على الانابيب والله زيارة إيجابية والتقينا مع أخونا محافظ نينوى يعني رجل الإعمار في محافظة نينوى وحبينا نقدم له الشكر والتقدير من وزارتنا ومن كوادر وزارتنا بس ما هم إلا والله حركة الإعمار لا يوصف يعني شيء يتلج القلب يعني صراحة من مدخل المحافظة لحد ما وصلنا للمحافظة شوارع جيدة خدمات وإحنا يعني نتأمل إنه بعد أكثر راح تصير محافظة نينوى وتصير محافظة رقم واحد بالعراق إن شاء الله وهي مواضيع الشركات اللي عندنا في المحافظة دا تشتغل والمشاكل الموجودة إن شاء الله كلها نتلافاها مع المحافظة.